هناك ثوار في مدينة الرستن خرجوا من أوائل الثورة. نؤكد لإخوتنا جميعا بأننا نسعى بكل جهودنا على رص الصفوف ووحدة الكلمة ودحض كل المؤامرات نظام بشار الأسد المجرم الذي يلعب عليها في هذه الأوقات بما التي تتزامن وتترافق بما يسمى وقف أطلاق النار أو تخفيف التوتر كما يسمونه. ولكن نحن كرثوار لهم بالمرصاد لأي مؤامرة يريدون أن يحكونها على هذا الشعب، ولكن لن نسمح لأي أحد بأن يتعدى على ثورتنا بأي مصطلح أو مسمى كان وبأي حجة كانت، وسنواجهه بالطرق الشرعية بالطرق التي خرجت فيها الثورة بالسلمية ومن بعدها التصعيد حتى لا تكون هناك أي مؤامرة على الثورة ونقطع الطريق على فتن النظام وأعوانه. إحنا بالنسبة لنا طلعنا لنجدد عهد الثورة، ونحن النظام بعد ما حاول معنا بالدبابات بالطيران بتحالفاته ضدنا، حاول بالقصف، حاول بالتهجير، حاول بالتجويع، ما أخذ منا ولا نتيجة. حاول إنه يستغل ضعفاء الأنفس الموجودين هون بالداخل، حاول يعمل فتنة بين الأخوة بين المجاهدين بين المقاتلين بين الثوار بين المدنيين، ظلت عنده هاي الورقة. إذا حاول يكسب هاي الورقة مفكر حاله بقدر يسيطر علينا. إن شاء الله نحن معنا الله، ونحن لا نمل المصالحات ولا المفاوضات، والرستن رغم عنه وفوق نوب الجميع لا بتصالح ولا بتفاوض، ونحن إن شاء الله معنا الله ودم الشهداء ما بننساه ولا بنفوض ولا بنصالح. السلام عليكم.